مليون 307 صوت. اتحصل السيد مروان حمودي على 138 صوت، وتحصل السيد عبد السلام اليونسي على 169 صوت. وعليه المجلس الفني للانتخابات تصرح بفوز قائد السيد عبد السلام اليونسي انتخابات نائب المدير المدير لمده نيابيه 2013-2022. مبروك سعد السلام، مبروك مروان، نحب نقول حاجه برضه كل شيء. نحب نشكر القائد كينز روز، نحب نشكر عبد السلام اليونسي، ونحب نشكر مروان حمودي والاعضاء بتاع المجلس على الروح الرياضيه وعلى التعاون بتاعه. القيام نحب نشكر كذلك مبروك الناس كل اللي وقف، وهذا درس للنادي الافريقي وغيره من النوادي. نحب نشكر زادة الاطارات الامنيه والاعوان الامنيه اللي ساهموا على تنظيم العمليه هذه. نشكر جامعه كرسي القدم بكل اداراتها وعوانها وعمالها على العمل اللي قاموا به كله. ان شاء الله يكون النادي الافريقي اكيد مش يكون منتصر، ونتمنى ان يكونوا قائد عبد السلام اليونسي من جديدها وقائد مروان حمودي، ونتاكد اللي مش يخدموا بعضهم واللي مش يكونوا عمانيين. وربي يوفقهم ورب جزيلا. C'est bon. Okay.